المزيد من التفاصيل بيتضم إلينا عبر سكايب من لندن دكتور حاتم سليمان استشاري الحالات الحرجة. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك في المواجهة. أهلا وسهلا أستاذة ريهام، أهلا بحضرتك أهلا بيك. خلينا نبدأ من تحذيرات منظمة الصحة العالمية من إمكانية ظهور متحورات أسوأ من أوميكرون، وفسرت المنظمة التصريحات دي بأنه طالما أن الفيروس موجود فهو قادر ما زال على التحور. قل لي إمكانية حدوث ده إيه، وفكرة أسوأ ليه بيقال أو ليه التصريح بأنها أسوأ؟ هو بالفعل طبيعة الفيروسات التنفسية ومن ضمنها فيروسات الكورونا إنها تتحور بشكل مستمر، ده شيء طبيعي جدا. ما دامت الفيروسات موجودة ستظل تتحور بشكل مستمر. القلق الأساسي إن التحورات تكون أسوأ وأخطر، وده يعني احتمال إن يحدث تحورات أخطر سببه إن ما زال في أعداد كبيرة من الناس في كثير من البلاد حول العالم لم تحصل على اللقاحات، فبالتالي لم تتكون لديها مناعة، ومن هنا الفيروس لما بيدخل هذه الأجسام بيقدر يتغلب على جهاز المناعة ويقدر يتحور لطفرات أو تحورات أخطر. لكن طبيعة هذه الفيروسات طبيعي جدا أنها تتحور بشكل مستمر مثلها مثل فيروسات الأنفلونزا، لكن الفرق أن احنا تعايشنا مع الأنفلونزا وأصبحت مزمنة وموجودة وسطنا بتيجي بشكل دوري يعني. طيب السلطات الصحية البريطانية أكدت في تحليل أجرته أن طفرة أوميكرون BA2 المستتر واللي تم اكتشافها لأول مرة في ديسمبر الماضي لديها معدل أعلى في الانتشار بشكل أسرع في إنجلترا من أوميكرون BA1. يعني اشرح لنا الأول إيه الفرق وإزاي السلطات في بريطانيا هتواجه السيناريو ده يا دكتور؟ هي حضرتك المتحورات المذكورة دي كلها متحورات فرعية من المتحور الرئيسي وهو الأوميكرون، وحتى الآن لقوا ثلاث طفرات فرعية من المتحور BA1 وBA2 وBA3. الفرق الأساسي أن المتحورات يعني BA2 لقوا أن هو في طفرة مختلفة اختلاف بسيط عن BA1 وهكذا في BA3، وBA2 ده بالتحديد سموه المتحور المستتر أو الشبحي زي ما أطلق عليه. BA3 هو المستتر. لا يا فندم، BA2 هو اللي أطلق عليه المتحور المستتر، والسبب الرئيسي إن في حاجة معينة في الطفرات بتخلينا بنقدر نكتشفها بالPCR وهي غياب أحد الجينات على الشوكة البروتينية أو الاس بروتين. فالجين اللي مش موجود في BA1 اللي هو المتحور أوميكرون الرئيسي ده اللي احنا بنقدر نكتشف بيه الفيروس بسهولة، لكن وجود هذا الجين وعدم اختفائه او عدم غيابه في متحور BA2 بيخلي بعض انواع البي سي ار مش قابله تتعرف عليه. طب او ما تقدرش هنا نعرف عليه. نعرف يعني ايه النصيحه هنا؟ هل مثلا مسحه الانف افضل في الحاله دي، يعني مع المتحورات الجديده ومع ان بقى عندنا احتماليه يكون اللي هو النوع الشبح، هل في الحاله دي مسحه الانف افضل ولا المسحه اللي بتتاخد من الحلق من داخل الفم، انهي ادق في الكشف عن هذا النوع من المتحور؟ هو حضرتك ما زال البي سي ار هو الجولد ستاندرد او هو النوع الاساسي من التحاليل اللي بيكتشف هذه الطفرات بدقه. الفرق بين مسحه الانف ومسحه الفم ان مسحه الانف دي بتتعمل في تحليل الانتيجين او الرابيد انتيجين تيست اللي بيكتشف الفيروس، وقدرته على اكتشاف الفيروس اقل من البي سي ار اللي هو اكثر التحاليل الموجوده حاليا دقه، وبيحتاج مسحه عن طريق الفم او مسحه من داخل الحلق وما زالت هي الادق. انا احب اطمن الناس ان الموضوع احنا الفكره اللي عندنا انه هناك انتيجين تيست، ولكن برضو في بي سي ار احيانا بيؤخذ من الانف واحيانا من الفم، ولا لا؟ ولا البي سي ار يبقى لازم من الفم؟ هو البي سي ار الدقيق يجب ان يكون عن طريق الانف والفم معا. يجب ان تكون مسحه الفم جزء من تحليل البي سي ار. ويمكن الفرق الاساسي اللي خلى يعني هيئه الاغذيه والدواء الامريكيه ما تنصحش الناس ان هم يعملوا مسحه الفم في البيت، وخلت ان الرابيد انتيجين تيست اللي بيتعمل في البيت يبقى عن طريق الانف من اجل الامان، لان ان احنا نخلي الناس ياخدوا مسحه الفم لوحدهم في البيت ممكن يبقى فيها شويه خطوره لو حصل اي مشاكل داخل منطقه الحلق اثناء المسحه. فمسحه الانف هي امن لو هيتم اخذها، لكن الفم ادق. لكن الفم هي الادق، وينصح ان اللي يقوم باخذها هو يعني احد اعضاء الفريق الطبي المتخصصين سواء من المعامل او من الفريق التمريضي او الطبي.
ممتاز. هل هناك عمل الآن على تطوير طرق اكتشاف متحورات كورونا الجديدة، بما أنه أصبحنا الآن يعني في بعض الأحيان بنلاقي متحورات خفية، فهل هيتم تطوير طريقة الفحص ولا احنا ما زلنا عند نفس الطريقة التقليدية حتى الآن؟ بالفعل حقيقة يعني يمكن الشركتين المعروفين اللي اكتشفوا ان تحاليل البي سي ار بتاعتهم مش بتقدر تكتشف المتحور اللي هو الاوميكرون بي اي 2 او الشبحي، بيشتغلوا دلوقتي على نسخ جديده من البي سي ار بحيث تقدر تكتشفه. وفي طبعا انواع كثيره من الشركات بتحاول تطور وسائل جديده لاكتشاف المتحورات الجديده، لكن اقول لحضرتك اهم طريقه نقدر نزود بيها قدرتنا على اكتشاف الفيروس في التحاليل هي طريقه اخذ العينه، سواء كانت بناخدها في البيت عن طريق الانتيجين تيست او في المعمل عن طريق البي سي ار. طريقه اخذ العينه وان الانسان ياخد وقته في اخذ العينه والمسحه تتعمل بشكل مظبوط زي الارشادات بتاعتها ما بتقول، دي من اهم الوسائل اللي بتزود دقه هذه التحاليل، لان لو لم يتم اخذ العينه بشكل دقيق ساعتها احتمال حدوث يعني او عدم اكتشاف الفيروس بيكون موجود. مدى فاعليه اللقاحات مع متحور اوميكرون الخفي يا دكتور؟ حتى الان استاذه ريهام المتحورات الموجوده بما فيها اوميكرون بتتغطى باللقاحات الموجوده، ويمكن اوميكرون فرق بسيط عن المتحورات السابقه بما فيها دلتا انه في الاغلب بيستدعي جرعه ثالثه محفزه من اللقاحات المعروفه، لكن بشكل عام اللقاحات الموجوده فعاله وامنه ضد كافه المتحورات الحمد لله، وده من فضل ربنا بما فيها متحور اوميكرون. هل يعني خلينا نتكلم عن الجرعه الثالثه او الجرعه التنشيطيه، اذا احد اصيب الان بكوفيد او باوميكرون المفروض بعدها بقد ايه اذا كان عايز ياخد الجرعه الثالثه؟ يعني يستنى قد ايه؟ هو بعد حدوث العدوى او بالتحديد من اول ما يتم اكتشاف ان التحليل ايجابي بتاع الكوفيد، أيوة، لازم الانسان ينتظر 28 يوم على الاقل يعني شهر قبل ما ياخد الجرعه الثالثه المحفزه من كورونا. 28 يوم من اول يوم الشهر. من اول يوم ايجابي ولا 28 يوم من الشفاء من اول يوم سلبي؟ لا، من اول يوم ايجابي، من اول ما يتم اكتشاف ان التحليل ايجابي. هل محتاج انه يعمل تحليل الانتي بوديز الاجسام المضاده، واذا كان عنده اجسام بعدد معين ما ينفعش ياخد اللقاح، ولا سواء في اجسام بعد الاصابه ما فيش يقدر ياخده بامان بعد شهر؟ لا اطلاقا لا ينصح يعني مش ضروري ان يتعمل تحليل الانتي بوديز عشان ناخد الجرعه الثالثه المحفزه. الممارسه يعني الارشادات العامه والنصائح العامه دلوقتي في اغلب دول العالم ان الجرعه الثالثه بتتعطى ايا كان بدون الاحتياج لعمل تحليل الانتي بوديز. ممتاز، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حاتم سليمان استشاري الحالات الحرجه بالمملكه المتحده، شكرا جزيلا ليك.